بقى في زمن غريب والله. سيميوني بيعمل تغييرات، بينزل كوكي يجيب الهدف الاول، بينزل فيتور يعمل ضربه جزاء، وفالفيردي بينزل راكيتيتش يدافع في لقطه الهدف الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. خسارة برشلونة في كأس السوبر قدام أتلتيكو مدريد 3-2، مباراة عصيبة ومثيرة، بس سيبك من الكلمتين والحلوين اللي بياكلوا مع الناس دول. يا اسطى أنت مش عديت على الفيديو، فتحت أم الفيديو، اعمل لايك وسبسكرايب يا اسطى. النهاردة يوم برد وشتاء ونطرة وحالة ما يعلم بها إلا ربنا، وفي آخر اليوم فالفيردي، يعني تصور هنلاقي كده أسوأ من إيه؟ فمش حضرتك تفتح الفيديو وما تعملش لايك ولا سبسكرايب، يا جماعة عيب وحرام اللي بيحصل فينا. طب بص يا اسطى، هو فالفيردي من امبارح وهو بيقول يا جماعه النظام بتاع البطوله ده عيبه حاجه غريبه، قال يعني مش عارف ان ريال مدريد وبرشلونه جايين السعوديه علشان خاطر ياخدوا فلوس والاتحاد الاسباني ياخد فلوس، وبنعمل لهم اي حاجه علشان نخلي اتلتيكو وريال مدريد وبرشلونه موجودين في السعوديه، قال يعني فالفيردي مش عارف الكلام ده. بس عادي يعني، فالفيردي النهارده بيبدا بومتيتي. يا اسطى ليه امتيتي؟ خط الدفاع فيه كوارث، طب ما تجرب تركن بكيه، او جرب مثلا تدي لانجلي ودوديبو، او مثلا تعمل اي حاجه. يعني ليه يعني اسهل حاجه بالنسبه لك انك تشيل لانجلي وتحط امتيتي؟ هو امتيتي قادر يمشي يا ابن المجنونه؟ بس عادي يعني، احنا قلنا ان سيميوني راجل طيب وهينزل يدافع وهينزل يعمل جيم علينا دفاعي، ونفس الكلام بتاعه ده، في الاخر ياخد الجون او الاثنين وخلاص، ياخده كده ويروح. حتى لما جاب الجون الاول بتغييرته اللي هو عملها بتاع الكوكي، بص تغييرته بتاع الكوكي دي اساسا كان منزل الكوكي علشان خاطر يقفل الثغره اللي ميسي بيحب يعدي فيها في نص الملعب. هو كان شايف ان نص الملعب توماس بارتي والراجل هيريرا ده في مشكله ما بينهم الاثنين، فهيريرا مش عارف يتعامل مع ميسي وتوماس بارتي عارف يتعامل مع ميسي، والموضوع بالنسبه له كان سهل، فراح مغير هيريرا بكوكي علشان خاطر كوكي ينزل يقفل الثغره دي، وبالمره يعني لو في مشوار هجومي كده كوكي ياخده ومش هنخسر حاجه. فاول كره كوكي بيلمسها يجيب جون، وبيثبت ان التغيير ده تغيير عالمي. بعد كده لا، كوكي هو كان اسوء واحد في الملعب في الوقت اللي كان فيه موجود، يعني كوكي حرفيا كان بيتمشى، وكوكي كان عامل مشاكل كتيره قوي في الناحيه اللي كان المفروض ان هو بيدافع ناحيه جوردي البا وناحيه جريزمان، فكان عامل شوارع. فهو اكتشف ان كوكي كان تغييره غلط في الناحيه الدفاعيه، وراح مغير كوكي بس بعد ما لبس الهدف الاول والتاني. الهدف الاول والتاني اللي هما مجهودات فرديه بحته من ليو ميسي، حتى الكره اللي فيها شغل ريحه فالفيردي طلعت اوف سايد يا اسطى، اللي هي الكره الثابته اللي هو ميسي بيقول للكوكب كله انا هلعبها هناك ناحيه فيدال، وفيدال هيلعب لبيكيه ونجيب جون. حتى دي كمان طلعت تسلل، دي يعني ممكن في حاجات تقول ان برشلونه ما كانش محظوظ فيها، زي مثلا الجونين اللي اتلغوا بتاع التسلل، والتانيه اللي هي بتاع لمسه اليد على ليو، بس هما الاثنين كانوا حقيقي يعني لقطات جدليه، غير ان برده كان في علينا لسه ضربه جزاء بتاع بيكيه. بس كل ده اصل حاجات بتاع التحكيم مش مشكله، احنا هنتكلم عن حاجات بتاع انكل فالفيردي اللي هو فالفيرديات. يعني ممكن مثلا تلاقي فالفيردي قاعد يتفرج على الماتش 80 دقيقه مش شايف ان هو عنده مشكله في نص الملعب، ومش شايف اي حاجه خالص، يعني الراجل اللي قدامك شاف ان في مشكله وشاف ان هو غلط لما نزل كوكي، وراح مخرج كوكي معاه، كوكي تقبلها بكل صدر رحب، وكابتن فريقه واقف معاه كمان بيدي تعليمات في لقطه جميله جدا. بس كل ده عادي يا اسطى، مالناش دعوه، احنا الفرق المنافسه، خلينا في حالنا. انت بتعمل ايه؟ يعني الدقيقة 85 وانت اول تغيير ليك ايفر راكيتيتش مكان سيرجيو بوسكيتس، يلا بقى نروح على اكسترا تايم. طب امارة ايه؟ انت عندك فيرود عنده 32 سنة، وعندك صانع اللعبة بتاعك عنده 31 سنة، وحتى انطوان جريزمان 28 سنة، اللي هو هتروح بالناس دي اكسترا تايم تعمل بيهم ايه يا ابن المفترية؟ يعني الراجل اللي قدامك الشوط الاول كان بيلعب على الهجمات المرتدة على انخل كوريا ومراتا، اللي هو حاجة تهلك من الضحك. اكتشف ان الفكره دي فكره فاشله، واول ما بقى عنده ربع جراءه وربع رجوله ان هو هاجم برشلونه، الموضوع بقى على البراح، لان انت عندك خط دفاع مالط مالط، ثلاث كور بثلاث تجوان. لا وفي كره رابعه اللي هو يورينتي، اول ما نزل يورينتي خد السبرنت وامتيتي جري معاه، وبعد كده فجاه امتيتي راح شارخ على بره وسايب لورينتي على يا ابني انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ يا ابني حرام عليك وارحمونا. يعني شويه موظفين عادي، مشي 10 خشبات قلنا عادي الحياه حلوه، تير شتيجن ربنا ينفعه بالسلامه كان شايل الفرقه. هتقول لي نيتو، لا هو لقطه الهدف الاول بتاع كوكي اساسا بيقلش، يعني اتفرج على الجون هتلاقي ان كوكي قلشت منه، بس عادي دخل الجون. في حاجات غريبه قوي بتحصل في برشلونه يا جماعه، الكوره مش هتدينا عشان احنا سيئين، احنا فرقه وحشه قوي، فرقه مش عارفه تعمل اي حاجه، احنا رتمنا ملط، ما عندناش رتم، ونص ملعبنا فيه مشاكل، ده اللعيب اللي في نص ملعبنا عامل مشاكل مع المدرب، وعامل مشاكل مع الاداره، وعامل مشاكل مع جوه الفرقه نفسها اللي هو فيدال. يعني فيدال متخانق مع الاداره بتاع بارتيمو ليه 2 مليون او 3 مليون لسه ما خدهمش، ومتخانق مع اللعيبه ومتخانق مع فالفيردي، وكمان هو احسن واحد في نص ملعب برشلونه. شوف بقى الوكسه اللي انت فيها، ولسه بنعامل فرانك ديونج على ان هو لعيب نص ملعب عنده ادوار هجوميه، ولسه ارسل ميليو بنتخانق معاه نقول له يا ابني انت مصاب، وهو يقول لك انا مش مصاب، ويلا يا ابن الجزمه انت اللي مصاب ومش عارف. يعني بس هنكسب ازاي؟ يعني الفرقه فيها شويه مشاكل تكره اي حد في الكوره، بس عادي يعني بنحط على قلبنا وبنستحمل، بس برضه ما نلاقيش العبط اللي احنا بنشوفه طول الماتش ده. يعني
يا اسطى يا اسطى، الراجل اللي قدامك عمال يغير. طب اول ما الناس تسخن كده وحسسوا ان انت هتعمل حاجه جديده، لا احنا ما بنعملش حاجه جديده، احنا ما عندناش اي حاجه جديده خالص، احنا حتى تبديلاتنا تبديلات تقليديه وحاجات يا راجل ده سيميون اللي كان طول عمره تقليدي النهارده فكر ان هو يعمل حاجات جديده، وحاجات جديده ما هو طول عمره برضه لما بيتزنق بيجي مطلع لودي وبيحط مكانه سأقول. ما بص، هو سيميوني دي تركيبه معينه كده وليه دماغ معينه في عالم كره القدم، اللي هو بيحب ال 4 4 2 فشخ، ويوم ما بيتطور بيقلبها 4 3 3 هو ده اخره، بس بيعمل لك منظومه دفاعيه لو راجل عدي منها وتحتيهم يان اوبلاك جون لو يبقى فعلته الموضوع بيبقى صعب. فكل ده عادي، ميسي هيخبط ويحشكل ويروح يجيب لك الهدف الاول وكمان الهدف الثاني، الكره هتخبط وانطوان جريزمان يحطها سكند بول ونخلص الماتش، الموضوع خلصان وسهل يابا وممكن نخلص. لا لا لا، احنا لازم نعرف الدنيا ونفضل نستقبل لعب يا اسطى، احنا حمنا الفرقه نستقبل لعب من اي حد في الكوكب، احنا عندنا اثنين قلوب دفاع ملط، حتى الثالث اللي عندهم على الدكه اللي هو الانجلي برضه ملط. لو بنقول لك ان احنا مش هندعم بس عشان هندعم في اخر الموسم، اللي هو احنا ازاي هنوصل بالفرقه دي لحد اخر الموسم واحنا سالمين غنمين، الدوري مش هنكون خسرانينه ودوري ابطال مش هنكون طالعين بفضيحه. يعني اتمنى يا جدعان ان يكون اهم حاجه النهارده ان احنا نرجع من غير فيرفيردي، يعني سيبوه في السعوديه ارجموه، عاملين معامله الشياطين، معامله الابلسه، اي معامله وخلاص، ويا ريت تاخدوا معاه بارتيمو اللي هما الاثنين دول خطر على النادي، المدرب وهو. يعني ميسي المفروض ان هو بيعتق رقبتك من الاقاله في اوقات كتيره، بس مش كل وقت هينتعك بالسلامه. يعني النهارده كنت المفروض ان انت تمشي وعامل اداء سيء وحالتك زي الزفت، في استحواذ سلبي، بس غير كده ما عندناش اي حاجه. ميسي جاب لك جم العدم، الهدف الاول ده جم العدم، يعني ميسي مطلع الكره من ايه، الكره عماله تخبط في رجل اللعيبه، ميسي خدها وشاطها جت جون. والهدف الثاني، الهدف الثاني برده سواريز بيلعبها بدماغه، حاجات ما فيهاش جمله تكتيكيه ولا فيها اي نيله، قلت لك ريحه الجمله التكتيكيه طلعت تسلل، يعني حتى هدف حياتي طلع تسلل. والناحيه الثانيه مفيش اي حاجه، سيميوني اكتشف فجاه ان هو ينفع يهاجم برشلونه، دي حاجه جديده في قاموس سيميوني، اللي هو سيميوني متعود طول عمره ان هو ينزل قدامك وياخد على دماغه، حتى النهارده نزل وكان مستعد ياخد على دماغه، بس انت اللي ما هنتش يعني ما هنش عليك انك تكسره. عايز تلعب ريال مدريد يا اسطى، خد ريال مدريد في الفاينل ولا تزعل، يعني احنا والله يا اسطى ما احنا اساسا مش راضيين من زمن البطوله ده، فعادي يا اسطى خد ريال مدريد واعمل معاه اللي انت عايزه. ديجو سيميوني عمل مباراه تكتيكيه عظيمه، ديجو سيميوني عرف يتعامل مع الخصم اللي قدامه، لما اكتشف ان برشلونه فرقه تنفع ان هو يهاجمها هاجمها وخد منها اللي هو عايزه، وكمان لعيبته كانت عند حسن ظنه، والكره بتدي دايما للي بيحاول ان هو يدور على المكسب، الكره بتديش دايما على بيرمي كل حاجه على ميسي، وبيحاول الفرقه كله لمجرد 10 خشبات بيساندوا ليو ميسي. مع اصابه تير شتيجن كنت عارف ان الكابوس ده يحصل، بس للاسف الشديد بتمنى ان بعد نهايه الكابوس ده نلاقي فيه شعاع بسيط كده من الامل باقاله ديجو سوميني، وعمل ثوره وميركاتو قوي جدا في برشلونه اخر السنه، واعتزال لعيبه كبيره في برشلونه امثال جيرارد بيكيه وامثال كمان سيرجيو بوسكيتس، واتمنى ان ده يكون اخر موسم ليهم في عالم برشلونه، واتمنى ان احنا نجيب باك شمال زي الناس وباك يمين زي الناس، ونخلص من ام المنظومه الدفاعيه المنيله ب 60 نيله، الاربعه اللي تحت دول اربعه ملط، لو هنستني هشيل فيهم جوردي البا ان هو عنده تاريخ، بس غير كده الموضوع صعب جدا في برشلونه. للاسف الشديد ما بيجبرونا على ان احنا نبقى فعلا فرقه ال 10 خشبات وليو ميسي. بص يا اسطى، مش تخسر حاجه لو عملت لايك وسبسكرايب لاخوك، لا هو عيب ولا هو حرام، وشكرا انك كملت معايا الفيديو لاخره، ده لو كملت الفيديو معايا الاخر يا اسطى، وحسب الله نعمل وكيل في فالفيردي، الهي يا رب يرجمونك في السعوديه.